نتواصل معكم مشاهدينا بكل الخير في برنامج من عمان، حيث ننتقل معكم مباشرة إلى محافظة البريمي مع الزميل أنور الغريبي للحديث عن انطلاق ملتقى احتواء الأول للشباب. هذا الملتقى الذي يسعى إلى تعزيز التوعية بما يتعلق ببناء الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التركيز على عدد من المبادرات الشبابية المقامة في المحافظة في هذا الإطار. أهلا وسهلا بك أنور، وأسعد الله أوقاتك. اهلا وسهلا المها، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. نحييكم من هنا من منتجع السلام جراند بولايه بريمي، حيث انطلق مساء اليوم ملتقى احتواء الاول للشباب الذي تنظمه مبادره احتواء تحت رعايه جناب السيده بسمه بنت فخري ال سعيد، وبحضور سعاده السيد الدكتور حمد بن احمد البوسعيدي محافظ بريمي، وعدد من ايضا شيوخ واعيان والمسؤولين ومؤسسات حكوميه وخاصه، وايضا عدد من الشباب من الجنسين. ومثل ما ذكرتي المها بان هذا الملتقى ركز بشكل كبير على تعزيز الجانب التوعوي فيما يتعلق يعني في تمكين الاسره، وايضا خصوصا الشباب المقبلين على الزواج. تفاصيل عديده سنتعرف عليها بعون الله تعالى من خلال ايضا ضيفتنا جناب السيدة بسمة بنت فخري آل سعيد. أهلا وسهلا بك جناب السيدة. أهلا وسهلا بكم، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، وأنه حضرنا كلنا بعد هذه الفترة وتجمعنا هذا التجمع الطيب. الحمد لله. جناب السيدة، مثل ما شاهدنا أيضا مساء اليوم انطلق هذا يعني الملتقى الذي يعنى وركز على فئة الشباب، فأهمية يعني الالتفات للشباب وتنفيذ مثل هذه المبادرات والفعاليات. أظن هذا جدا مهم أن احنا نشجع ونعزز مثل هذه المبادرات. شبابنا ما شاء الله عليهم عندهم طاقات جميلة، ولكن يجب أن ننتبه لهذه الطاقات ونشجعها أنه أكثر شيء تكون عطاء للوطن. احنا نعرف طبعا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام شجع أنه يكون في هذا النوع من الأعمال التطوعية، وأتوقع هذا شيء يخلي الشباب أنه يفكر في أشياء إيجابية، في أشياء لها منفعة، ويجمع كل الناس في عمل جيد وخير إن شاء الله. وهذه المبادرة وبهذا الملتقى أكيد أيضا تجسيد هذا يعني أو لهذه المعاني. رأينا أيضا جناب السيدة من خلال أيضا فعاليات الملتقى انطلاق عدد من الأندية الشبابية أو المبادرات الشبابية التطوعية، هنا أيضا تجسيد دور الشباب في احتضان هذه المبادرات. كيف رأيت هذه الأندية والمبادرات؟ صراحة شيء جدا جميل وأفتخر به ما شاء الله، وفايزين بجوائز جدا كثيرة في السلطنة وخارج السلطنة، وهذا الواحد يفرح أنه يشوف يفتخر بهالشيء. واللي حلو أنه الأفكار مختلفة جديدة ليست المعتاد عليه. أتوقع أحنا علينا أنه أيضا نعلم أطفالنا من المدرسة العمل التطوعي، لأنه هذا الشيء يكون طبيعي لهم بعدين. وحتى هذه المبادرات كثير أشجع أنه حتى شبابنا ما شاء الله وشاباتنا لما يكونوا ينتظروا أنهم يشتغلوا أو أعمال حلو يشتغلوا في أشياء تطوعية، في هذه الأشياء التطوعية يتعرفوا على ناس، يتعرفوا على فرص، وهنا يحصلوا على وظائف وأفكار جديدة لهم. فكثير فرحان اليوم صراحة، استانست كثير وشفت أشياء أنا بعد جست أفكر فيها أنه حلو بعد الواحد يعزز ويشجع مثل هذه المبادرات. جناب سيدة، ما الدور الذي يجب أن يعني تقوم به المؤسسات، سواء كانوا المؤسسات الحكومية الخاصة أو أيضا حتى يعني المؤسسات الخاصة أو الشركات، في تبني مثل هذه يعني المبادرات والارتقاء بها، بحيث مثل ما تفضلت تكون مصدر دخل لهؤلاء الشباب، وربما تغنيهم أيضا عن يعني البحث عن وظيفة حكومية أو غيره؟ أظن إحنا لازم نبدأ أنه نتعلم أن نستمع. احنا كثير نحكم على الاشياء قبل ما نستمع لها. لما الواحد يسمع لهذه المبادرات ويفهمها، ويمكن هو يقدر يزود عليها اشياء ويتعلم منها، وهنا تطلع الطاقات الجميله. احنا دائما نتكلم عن الشباب، ايضا اريد اتكلم عن الناس ايضا اللي يكونوا في عندهم خبره. فالعمل سويا، احنا ننطلق سويا في اعمال جدا جميله، واحس هم يحسوا لهم قيمه، لهم مكانه في المجتمع، وهذا هم اللي يريدوا يحسوه. يعني مبادره اليوم اسمها احتواء، كلمة جدا جميلة، نحن نحتويهم ونعمل سويا. فأتمنى مرة ثانية أريد أرجع إلى أن المدارس والكليات والجامعات
ثم أيضا هذه المؤسسات الحكومية والخاصة تقوم بمساعدة الشباب في أنهم يقوموا بهذه المبادرات، العمل سويا طبعا لإنجاح الموضوع. أكيد بأن الأسرة هي الأساس أيضا في التوعية وبناء هذه الثقافة وخلق هذه الثقافة في نفوس الأبناء. هذا جدا مهم، يعني كثير من الأسر ما يهتموا بهذا الشيء للأسف، أيضا الثقافة عن التوعية ما موجودة كثير، ولذلك أنا كل مرة أعيد المدرسة والأسرة، لأنه إذا الواحد عنده ساعات معينة لازم يخلصها قبل ما يتخرج مثلا، هنا يكون عنده طبيعي أنه هو يعمل أعمال تطوعية، هو يعلم أسرته أهميته أيضا. فالأسر دائما المدرسة الأولى المهمة في هذه الأشياء، وأيضا طبعا احنا متواجدين عشان نساعدهم ونشجعهم أيضا. جناب سيدة، الملتقى ركز يعني تركيز كبير على تعزيز الوعي لدى الشباب فيما يتعلق بتأسيس الأسرة، وخصوص الشباب المقبلين على الزواج، أهمية يعني طرح مثل هذه الموضوعات للشباب في هذه الفترة. أنا عندي نقطة هنا، خلينا نرجع وراء خطوة واحدة، قبل الزواج يجب التثقيف عن الزواج، احنا ما عندنا ايضا هذا الشيء، يعني التثقيف عن الزواج، التثقيف عن كيف المعاملة ثم الزواج. مرات نشوف كثير من الشباب ما شاء الله الحين هالفترة حتى صاروا متسرعين، انا اشوف متسرعين في الزواج، يعني هذه مشكلة ايضا، انه انا اتسرع وما افكر في خطط، هذا مشروع زواج، فيجب ان يكون في خطة، يجب ان يكون في تثقيف، استعداد ثم الزواج. بعد الزواج مشكلة ما يكون في، ما في اي تثقيف او اي نوع من هذه الاشياء، ايش يصير؟ اغلب الاوقات للاسف الشديد وبعد فترة جدا قصيرة يصير في طلاق، فهنا احنا فشلنا من ناحيتين، فيجب اولا التثقيف قبل الزواج ثم الزواج. أنا اليوم نتكلم عن الزواج، ولكن قبله لاجب أن يكون في ثقافة أنه طيب أنا حين أتزوج إيش علي أتعلم، كيف أتعامل، كيف أكون أسرة، كيف لما أجيب أطفال، كيف الحالة الاقتصادية، كيف أشتغل. دائما نسمع الحالة الاقتصادية وأنه ناس كثير يدخلوا بديون قبل، فأتوقع كورونا صراحة يعني جاء بمساوئ كثيرة، ولكن جاء بأشياء كثيرة نفعتنا، خلتنا نفكر أعراسنا هذه الكبيرة اللي نسويها اللي ما نعرف حتى من في العرس احنا عازمين، بس لأنه أهلنا قالوا لنا أو لهذه الأشياء اللي احنا عندنا، فلازم احنا نفكر في طريقة ثانية. ولاحظت الشباب هالفترة في مجموعة منهم مفكرين بهالطريقة، أنه أنا هذا الفلوس اللي أهدره في العرس ليش ما أستعمله لمشروع أو لشيء بعدين أنا أستعمل. فهذه النقطة المهمة، فنرجع خطوة لورا وهو التثقيف أولا، ثم مثل ما اليوم سمعنا باغي أتزوج هذه تيجي بعدين. شكرا جزيلا جناب السيدة بسمة بنت فخر السعيد على هذه يعني التفاصيل الجميلة التي بالفعل أضافت الكثير أيضا للمشاهد، شكرا جزيلا. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله كلنا نكون دائما بالصحة وعافية ونجتمع على خير. شكرا لكم. ولكم أيضا الشكر مشاهدينا أيضا الكرام على أيضا هذه المتابعة. نؤكد بأن الملتقى انطلق هذا اليوم وسيستمر ليومين متتاليين، وسيحوي العديد من يعني المحاضرات والورش التي سيقدمها مجموعة من المختصين، ومثل ما تشاهدون في الخلف الآن واحدة من الورش أو المحاضرات التي تقدم للحضور. أعود إليك المها بصوت الصورة، والشكر موصول للزميل وليد بن سلطان البادي الذي رافقني في التصوير في هذا الربط المباشر. جميل جدا، كل الشكر لك أنور على هذا، يعني على هذه الفقرة التي من خلالها سلطنا الضوء على انطلاق ملتقى احتواء أيضا جيدة مثل هذه الملتقيات التي تسعى إلى تعزيز الوعي في المجتمع في العديد من الأطر المجتمعية والتي تهم كل الفئات العمرية، كونها تتخلل في المجتمع وأيضا جوهر المجتمع. إذا مشاهدينا لازلنا متواصلين معكم في برنامج من عمان، ولكن بعد هذا الفاصل، وبعد الفاصل سيكون لنا ربط مباشر تحديدا من إيطاليا وروميا روما للحديث عن كأسي العالم لمسابقة بنالي الشباب الدولي بعد الفاصل.